لا جريده دولي من الدائري. اه طبعا احنا في سفاري هنا، تجربه جديده، اول مره اجي سفاري في مطروح يعني، وتجربه جديده بالنسبه لي جدا. شكل الجبل لما تبقى في وسط الجبل يعني، طلعت في مره سفاري في شرم الشيخ وفي العين السخنه، لكن الطبيعه غير هنا خالص والشكل غير هنا خالص. انت داخل السفاري بعربيه دفع رباعي لحد الجبل جوه، يعتبر انت في نص الجبل. احنا بالنسبه لمرسى مطروح بلد سياحيه فيها جمال لا يوصف، بالنسبه للبحر، جبل، صحراء، طبيعه ما شاء الله عليها. يعني المفروض الناس كلها الصيف تقضيه في مطروح. وبعد الحاجات الجديده اللي اتعملت، تسهيلات من سياده الرئيس، الطريق الجديد ده سهل كتير للناس بالنسبه للسفر، والعلمين الجديده، في تغير كتير السنه دي في الساحل الشمالي كله عامه يعني. مطروح جميله جدا جدا، والطرق هنا بالنسبه لنا يعني احنا ما عندناش هم الطريق ولا حاجه، ونشكر فعلا سياده الرئيس ان هو اهتم بالطرق لتوصيل الامان، لتوصيلنا في اقرب الاماكن. كانت الاول مطروح بالنسبه لنا بعيده، فالطرق الجديده اللي اتعملت في العلمين وهنا الحاجه جميله خالص بالنسبه للطرق. الساده المعازيم دي كلها هتشوف انت هترد عليه تقولي له ايه.